الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لماذا لا أرى نتائج في الاستغفار؟ لماذا لا أرى النتائج؟ ولماذا لا يدخلني المال؟ ولماذا لم أتزوج؟ ولماذا لم أحقق الأمنيات؟ ولماذا لم يبطل السحر علي؟ ولماذا لم أسافر؟ ولماذا عندي العكس؟ ولماذا عندي النحس؟ ولماذا ليس عندي قبول؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ وأنا أستغفر. كن متأكدا أنك لا تستغفر بجد أو تنقصك شيء في الاستغفار. أول شيء، يجب أن تستمر ولا يعني يقيسك إحباط أو يصيبك إحباط، لأن الشيطان يريد أن يوقفك عن الاستغفار. فإن من يخسر في هذه المعركة الشيطان. إذا أنت توقفت عن الاستغفار فأنت الخاسر. بل يجب عليك أن تستمر وتصر وتلح. كلما صريت واستمريت على الاستغفار، كلما تهزم الطاقة السلبية، والطاقة السلبية تأتي من العين، الحسد، السحر، الشيطان، الجن، الإنس. الإنس يعطيك الطاقة السلبية، الإحباط، الكلمات. الكلمات الغير المشجعة، أو الكلمات الغير الذي لا يوجد فيها ذكر الله، أو الذي لا يوجد فيها تشجيع، أو لا يوجد فيها يعني تشجيعك على فعل شيء، أو يقول لك ممكن أن تفعل، ممكن أن تصل، فيقول عكس، فهذا طاقة سلبية. مثلا طاقة سلبية، ذلك الشخص الذي يؤنبك، دائما يؤنبك، متى أنت غير ممكن، أنت تفعل كذا، أنت، فهذا كله ينتج الطاقة السلبية. فيجب أن تستمر على الاستغفار. وهناك سر كذلك، لا تشاور الناس، وهذا سبق وتكلم على العديد من الفيديوهات، لا تسأل الناس أو تشاورهم في موضوعك. مثلا أنا عندي إحباط، ولا أؤمن أن الاستغفار سيغير الحياة، وتسألني سأقول لك أنت فقط، أنت لن تغير حياتك، سأعطيك الطاقة السلبية التي هي عندي، وممكن أن تتوقف. فلهذا لا تسأل أي شخص، استغفر، فقط استغفر، واستمر الاستغفار يوميا. ودائما لما يأتيك الإحباط ويقولك أن كذا وغير الذكر أو الاستغفار، تذكر الرسول ماذا قال الاستغفار، تذكر الله ماذا قال في القرآن الاستغفار، واستمر على الاستغفار. سيأتي يوم وسيتحقق لك ما تريد إذا استمرت الاستغفار. 40 يوم، 60 يوم، 90 يوم. يقولون الاستغفار أقصى حد 90 يوم، يحقق لك أمنية مستعصية. إذا استغفرت بجد، أقصى حد هو 90 يوم. هناك بعض الأشياء يحققها الاستغفار في 10 أيام، هناك بعض الأشياء في 40 يوم، هناك في 20 يوم، هناك في 30 يوم، هناك في 60 يوم، وهناك أقصى حد يقول في 90 يوم. فيجب عليك أن تستغفر أكثر من استغفار بجد. كما نقول، لا تستغفر 100، 200، 300، استغفر بالآلاف، استغفر يوم، استغفر، 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 بدون عدد. مثلا بدون عدد، اليوم أنت، اليوم كله أنت تستغفر. سأسألك سؤال كي نختم الفيديو، لماذا أنت تتكلم؟ ما دام أنت لا تريد أن تستغفر فتوقف عن الكلام. لو حسبنا الكلمات التي تقولها بين الناس، لوجدنا 20 ألف، 15 ألف
كلمة في اليوم. يقولون الإنسان يتكلم 15 في 10,000 كلمة في اليوم. الذي يقول لك لا تستغفر بالألف، لا تستغفر بالألف. ولكن تجده يتكلم أكثر من 10,000 كلمة في اليوم، وتلك الكلمات كلها لا شيء، على الدنيا وهنا وهناك وهنا وهناك، فقط تفاهات. تجد شخصين يتكلمون بعضهم بعضا لمدة ساعتين أو ساعة، يوم كله لا 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 لا، اليوم كله اليوم كله، تقريبا مثلا رجل مع رجل يجلس في المقهى ساعتين وهم يتكلمون، تجدهم تكلموا أكثر من 5,000 كلمة. لو توقف وتقول استغفر الله 1,000، لا يمكن. هذا كله من القارين، خطة القارين الشيطان. كذلك النساء تجدهم يتكلم بعضهم بعضا كثيرا، واليوم الذي ليس عندهم من يتكلم ماذا يفعل؟ الهاتف. فإذا أردت أن تغير حياتك استغفر، استغفر. يجب أن تصدق القرآن. أنت لما تستغفر بجد، أنت تصدق ما يقوله الله في القرآن، وتصدق ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام على الاستغفار. هذه هي السنة الحقيقية. أنت لما تستغفر بجد فأنت تتبع السنة، يعني أنت تصدق نبيك ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهمتم الإسلام؟ هذا هو الإسلام، هذا هو الدين. ليست فقط باللسان والكلام والفارغ، الكلام الفارغ، تتكلم 20,000 كلمة في اليوم، ولما يأتي للذكر تقول لا يجب أن أستغفر قليلا، ويجب كذا وتكسل، وليس عندي وقت وكذا، والضيوف وكذا، والأشغال والأشغال. فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. أنت ليس عندك الوقت كله، اليوم كله أنت مشغول، عندك وقت، ذلك الوقت اجعله ذكرا لله سبحانه وتعالى، اذكر الله، استغفر الله أكثر من الاستغفار. هذه المصائب كلها التي عندنا في الأمة اليوم لأنها لا تستغفر باختصار. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.